استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني للكريكت السيد سليم إلياس وقد اطلع سموه على البرامج والفعاليات للاتحاد البحريني للكريكت في المرحلة القادمة الهادفة إلى تطويره وارتقاء هذه الرياضة الذي يعود بالفائدة على تكوين منتخب وطني قادر على المشاركة المشرفة في البطولات القادمة من جانبه عرب رئيس الاتحاد البحريني للكريكت عن شكره وعظيم امتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد مؤكدا الجهود المتميزه التي يبذلها سموه في الرياضه البحرينيه من شانها ان تدفع عجله التقدم نحو مستقبل اكثر تطورا واشراقا للرياضه بمملكه البحرين مضيفا ان الاتحاد يتطلع لتنفيذ برامجه على الشكل الذي يساهم في مواصله الجهود نحو رفع مستوى هذه الرياضه وفي ختام اللقاء تسلم سموه من رئيس الاتحاد البحريني للكريكت شهادة تتمثل في منح سموه منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد تقديرا وعرفانا لدعمه وتوجيهاته الرامية في تطوير وارتقاء هذه الرياضة كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة